احنا فرحنا 48 ساعة قبل ما الفرح يبتدي. اول حاجة الفرح كنا عاملينه في بيت اهلي في سقارة جنب الصحراء، في فيلا كبيرة جنب الصحراء. فان احنا بنعمل الفرح في البيت معناه ان مفيش اي انفراستراكشر، معناه انت بتعمل كل حاجه للفرح من اول وجديد، من السيت اب والستيج واللايتنج والترانسبورت يعني حتى الحمامات، انت لازم بقى تعمل حمامات في everything from scratch. يعني 48 ساعه قبل الفرح الاستاذ يوسف الانصاري قرر ان عشان هو مستر انجلش ومش متعود على النظام المصري، مصر كل حاجه بتتاخر بس في الاخر اتس اوكي اون ذا نايت، كل حاجه بتتصرف في الاخر. طبعا هو ما عندوش اي صبر للموضوع ده، هو كان في لندن لغايه اخر لحظه، جه مصر 48 ساعه من قبل الفرح لان الدنيا مش جاهزه لسه، اتشقلب واتقلب ان قرر 48 ساعه قبل الفرح تو تشينج ذا ويدنج بلانر. قرر ان خلاص الويدنج بلانر ده مش هينفع، هو بس مش متعود على الطريقه المصريه، الويدنج بلانر ده مش هينفع وانا من غير ما اعرف وانا من غير ما احس حاجه مره واحده انا ما عنديش اي فرح. واحنا عندنا حوالي كنا عازمين يمكن 2000 شخص وحوالي 300-400 ناس جايين من لندن ومن بولندا ومن امريكا، وان نضيف قد كده جايين من بره، و 48 hours مفيش فرح. Yes, I don't see what is wrong with it. 48 hours before the wedding there was no infrastructure, there was nothing confirmed, no food, no lighting, no stage, no DJ. بس يعني لا طريق مصري يعني لا مفيش مشكلة بكرة إن شاء الله. بس المهم واحد خلاص. اسمه يعني بجد ربنا جاب لنا واحد اسمه عمرو حسني، he's a DJ معروف جدا في مصر، big organizer، انقذ لنا الدنيا في 24 ساعة. جه عمل يعني ستيج، احنا كنا عاملينه في احنا الزفه كانت جوه البيت، كان في سلمتين كده كبار جوه الفيلا، في الزفه كانت جوه الفيلا، وبعدين بنطلع بره كده ورا البيت في بقى جنينه كبيره جدا، كان في بقى ستيج كبير جدا على هنا ناحيه وهيوج دانس فلور وكراسي كنب ابيض، كان كله كنب ابيض وورد بيربل، وعلى الشمال بقى البوفيه والناس الاهل بقى على الشمال والناس الجرون ابس عندنا على الشمال عشان ما يشوفوش البلاوي اللي بتحصل على الناحيه اليمين. بس ربنا بجد ليلتها يعني كل حاجه كانت لاست مينيت. طبعا الناس الانجليز اللي جايين من بره ما كانوش متصورين ان احنا يوم الصبح يوم الفرح ما كانش في اي حاجه اصلا، ربنا سترها معانا. يعني دايما بيقولوا ان الويدنج داي المفروض ذا بيست داي اوف يور لايف، اند ات واز بجد ات واز ذا بيست داي اوف ماي لايف، بس مش عشان الريزنز التقليديه بقى عروسه ومش عروسه، عشان احنا ات واز فيري فيري الفرح ما كانش تقليد يعني تقليديه اطلاقا، ات واز فيري فيري ان تراديشنال ويدنج. اول حاجه الفستان بتاعي ما لبستش فستان ابيض كبير، ماما صممت ان هي تصمم لي الفستان، فالفستان كان هتشوفوه ممكن تتفرجوا عليه في الفيديو بتاع الفرح، الفستان كان غريب شوية interesting شوية، كان في حاجة purple وحاجة غريبة طالعة في ظهري ومش عارفة ايه و definitely interesting it was interesting. بس الفرح قلب party، قلب night club، قلب مسخرة، والرقص والمزيكا والجري وانا بعد الزفة على طول، يعني اول ما الزفة خلصت قلعت الجزمة، كنت حافية طول الفرح في الجنينة ولا حاسة بنفسي. كان لا كانت هيسة والناس نطوا على الستيج والنط والرقص it was amazing، كانت it was definitely a very very unusual wedding. متعرف كل واحد بس ينبسط يحتفل معانا، لدرجة احنا مشينا من الفرح يمكن الساعة 3 الصبح 3:30 الصبح. ماي داد ابويا كلمنا الساعة 5 الصبح او 6 الصبح بيقول مش عارفة اعمل ايه، الناس مش راضيين يمشوا، شباب كلهم لسه بيرقصوا بيتنططوا في الجنينة لغاية الساعة 6:30 الصبح على الفجر. فا ات واز لا 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 ات واز اميزنج، والناس لا الناس حيصوا بجد مش كده، ات واز فينومينال، it was a very special night. It was just a bit too many people. لا it wasn't a فرح it was a party, a night it was a big big party and open air nightclub. وانا بعدين انا كنت في حالة رعب، وانا كنت في حالة I was so stressed out من الكتر اللي بيحصل. رحنا انا ويوسف، انا لازم احكي لكم الحكاية دي، I was so stressed out من اللي بيحصل ومفيش حاجة جاهزة ومش عارفة ايه اللي بيحصل. من عمرو حسني يعني he was putting everything together, he was amazing يوم الفرح، he's like my guardian angel. بس المهم
فانا رحت انا ويوسف طبعا اتخانقنا خناقه كبيره، ضربنا خناقه كبيره في وسط الجنينه بقى والستيج والناس بيبنوا ستيج والتخبيط والناس بيحطوا اللايتنج على الشجر وبيبنوا الدانس فلور والبوفيه بيجهز وخيم مش عارفه ايه في وسط كل ده. انا بقى الجلد انا مش هتجوز، انا مش عاوز الفرح ده. في الصبح رحت قلعت الدبله في وسط الجنينه ورميتها على يوسف، لقيت مره واحده عمرو حسني كان جاله فكره حلوه جدا ان عشان كان في درايف واي طويل قوي 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 للفيلا، فبدل ما كل العربيات تدخل الدرايف واي وتسبب زحمه، هو قرر ان زي بنينا زي باركينج لوت فوق فوق اول المدخل بتاع الفيلا، وكانت فكره تحفه. جاب زي جولف باجيز جديده لانج ابيض بس زي 4x4 ويلز كده بيج تايرز كده ابيض، وحطينا الفيونكات البيربل عليه زي بتاع الفرح، فكل حد يوصل للفرح يبارك الكار ويدخل على الباجي. فالمهم بقى فالباجيز كانت وصلت الصبح، فعمرو شايف المنظر اللي بيحصل مني انا ويوسف، رحت لقيته جاي بالباجي وسط الجنينه ينقذ الباجي. تعالي هنا تعالي هنا يا امي تعالي اركبي معايا. سابني انا ويوسف، يوسف وحطاني على الباجي، لففني الجنينه كلها عشان يهديني، وبعدين اخدني على البيت. في البيت بقى كان مستني ابويا، فابويا فانا بصرخ وبزعق ومش عارفه ايه ومش هتجوز ومش قادره ومش عارف ايه، راح ابويا اخدني وقفل عليا باب الحمام لمده 3 ساعات، لمده حبسني في الحمام لمده 3 ساعات لغايه ما هديت. محدش قال لي على الموضوع ده. التورته ماما برضو كانت مصممه التورته عباره عن 7 ادوار ابيض وبيربل زي الوان الفرح، فحاجه كده والديزاين مش عارفه ايه بحاجات بتلف على الدور حاجات غريبه. المهم البدل طبيعي في اي حته في الدنيا المفروض التورته اما بيكون كذا دور بيجيبوه حتت سيبريت، هما طبعا عشان احنا في مصر قرروا ان يشيلوا التورته في الفان حته واحده. فطبعا عقبال ما التورته وصلت عند الفيلا عندنا في سقاره، انا طبعا ما اعرفش عن الموضوع ده، عقبال ما التورته وصلت عندنا في الفيلا سقاره التورته كلها كانت وقعت فوق بعضيها. فيوسف انت احكي ايه اللي حصل لما انت دخلت، احنا في زي البليارد روم في البيت، فيوسف دخل البليارد روم احكي اللي حصل. So I walk in the billiard room to find a pastry chef at about 4 o'clock in the afternoon, 3 hours before the wedding, rolling out pastry, trying to cook. Bake a new section to the cake because the whole cake is like انا ما اعرفش اي من الكلام ده. فالمهم بعد ما الفرح ابتدى والوقت اللي هم هيطلعوا التورته، احنا كنا عاملين ان عباره اما التورته بيطلع فيه فاير ووركس ونار ومش عارفه ايه بيطلع من الارض بقى، فمره واحده لقيت تخ 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 والمزيكا والفاير ووركس والنار وبتاع، وطلعت لقيت تورته معوقه، تورته بجد معوقه كده، وبعدين في بيربل سايح على الجنب والتورته نايمه. فقطعنا التورته بسرعه قلنا لهم يلا 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 احوش التورته، بس في الاخر اتوز اميزنج يعني عملنا زفه كده. نوبري ايت ذا كيك. نوبري ايت ذا كيك عشان خبينا التورته على طول بعديها عشان ما حدش يشوف التورته. والرقاصه كانت حاجه ثانيه برضه، الرقاصه احنا كنا رقاصه كل حاجه افتكروا انها كانت لاست مينت في الاخر، سبحان الله الفرح طلع زي ما طلع. فرقاصه احنا قاعدين مره واحده رقاصه طلعت لقينا منظر منظر غريب جدا الرقاصه، فاحنا طبعا اول ما شفت كده قلت لا 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 مش حد احسن مني. فرحت رحت انا اول ما الرقاصه طلعت على الدانس فلور رحت انا نزلت على الدانس فلور برضه ابتديت ارقص في نفس الوقت. فانا اصحابي البنات شافوا كده راحوا كل البنات برضو دخلوا على الدانس فلور، كل البنات بترقصوا وانا برقص. الدانس الرقاصه اتضايقت شويه ومشيت، فاكر الرقاصه مشيت والزفه على السان سيت والصحراء الديونز بتاع الصحراء ورانا واهرام اهرامات سقاره والجنينه وكله ابيض وكنب ابيض وورد بيربل والاصحاب واللايت. ات واز جاست ات واز فيري تيل مسخرة فيري تيل شوية بس فيري تيل. It was good. It was enjoyable. And I was happy. I was just there with my close family and friends. And I was happy because I was the center of attention.